عبد الله بيقول الإمام شيخ الكريم كان يصلي في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة وسلم ولم ينبه إلا بعد أن سلم الإمام. أنا بداية أخي عاصم أنبه إخواني إلى أن السهو هذا يحصل من الناس جميعا، ما يسلم منه أحد. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وقام من اثنتين وقام إلى خامسة، حصل منه السهو عليه الصلاة والسلام عدة مرات، وهذا السهو يعالج. لكن في قصة صاحبنا هذا اللي هو فوت ركنين وليس ركنا واحدا، يعني هو سجد سجدة واحدة وجلس للتشهد، ففوت الجلوس بين السجدتين وفوت السجدة الثانية. وبعد الصلاة نبهوه جزاهم الله خيرا، فكان حريا به أن يكبر ويجلس، ثم يكبر ويسجد، ثم يكبر ويجلس للتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد عقيبة السلام. فهذا هو المفترض أن يحصل. فإذا كان لم يأتي بهذه الجلسة التي بين السجدتين فالصلاة باطلة، لا بد من إعادتها لأن الفصل قد طال. يعني الإنسان إذا نسي شيئا ثم ذكر بعد الصلاة مباشرة فأتى به خلاص. أما إذا طال يعني الفصل وكثر الكلام وناس خرجوا وناس دخلوا وكذا، فلا بد من إعادة الصلاة. نعم، أكرمك الله شيخ الكريم.